في صحفيين مقربين منك ولا لا؟ طبعا في عندي يعني الصحافة دايما انا على علاقة قوية جدا بيها، لان انا بشوف ان الصحافة يعني الصحفي والفنان دول وجهان لعملة واحدة، تمام، وهم حلقة الوصل بيني وبين جمهوري. فطبعا الصحافة يعني انا على علاقة جيدة جدا بيها، ولكن الجانب السيء ده موجود من قديم الأزل. مش عايزين نظلم الوقت اللي احنا فيه، نقول ان الوقت ده الصحافة فيه، لا، الصحافة كده طول العمر طب. فيها كتير جدا كويسين، وفيها كتير جدا ما بيبقى ليهم يعني صحابهم، ليهم حاسين ان مثلا محمد رمضان ده راجل يعني وصل لمكان في وقت قصير جدا، طب ازاي ده يحصل، ازاي مش عارف ايه، طب نحاول نعطله. بالظبط، دي الحياة عموما، الضريبة عامة يعني اللي بتبقى بالظبط للنجاح.